حسينا بواحد الضرر كبير الحق بالقطاع ديالنا والتجارة ديالنا بركات الأرض، ما بقيناش كننتجرو مزيان. علاش؟ لأن مجراء واحد القرار تاخذته وزارة الصناعة والتجارة اللي هو ضرنا بزاف، اللي هو كيطالبوا منا شهادة المطابقة لو سي أو سي ذو سيرتيفيكيت أوف كونفورميشن اللي هو كيطالبوا منا في بلد المصدر، بينما هاد الشهادة كل اللي كيعطيها لنا وكل اللي ما كيعطيهاش لنا، وكيلقاو صعوبات في الحصول عليها. بينما بعد بعض الشركات اللي هي وزارة الصناعة والتجارة اللي خلاتهم يشرفوا على انهم الانسبكشن على التفتيش وما يعطوش هاد المطابقة، هاد الشركات سيدي هناك شركات اللي كيعطيوها بمرونة، وكاين شركات اللي كيقولوا لستم ملزمين بها. وعندنا الوثائق الجواب ديال مثلا هنا عندنا سيدي هنا انا مثلا سيدي هنا واحد الشركه جاوبتنا قالت لك جو تيان فو انفورمي كو لي بيس ديتاشي يوزاجي نو سون با سوميز او كونترول. حنا هنا جانا واحد غموض كبير في هذا المجال هذا. واش حنا معنيين بهذا الشهاده المطابقه ام لا؟ واش الشيء اللي كنطلبوا من السيد الوزير باش يشرح لنا المسائل هذه؟ شنو هو الضرر سيدي حسن في هذا الشيء؟ الضرر سيدي وقفات عندنا الناس واقفين في اوروبا، واقفين في اسيا، واقفين في العالم المستوردين، واقفين ما بقيناش كنستوردوا، واللي استوردوا جابوا المرسى، لقاو مشاكل مع بورتنيت كطالبوا بشهاده المطابقه اللي هي صعيبه باش ينالوها. ملي حنا اتجهنا لشركه بيرو فيريتاس اللي كتعطي المطابقه، انا صيفطنا لهم ايميل ما جاوبوناش نهائيا، لحد الان ما جاوبوناش، عطينا ايميل وعندنا الاكيزو دو سبيد باش صيفطنا الاوكي ديال الايميل عندنا وما جاوبوناش هاد الناس. وطلبنا من الوزاره الوصيه باش الاجتماع، كانوا دايرين معنا الاجتماع يوم الثلاثاء الماضي فاجل لاجل غير مسمى، وحنا باقيين دابا في غموض، كنعيشوا في غموض. ولكن ما كانش بان هذا القرار هذا جا باش يحميو يعني البيزنس ديال البلاد. مرحبا، حنايا الحكومه المغربيه كنايدوها انها كتشجع المنتوج المحلي. حنا سيدي الا عندنا منتوج محلي، الا كان عندنا مصانع مغربيه كتنتج لي بواطا فيتاس، حنا ما غاديين نستوردوا البواطا فيتاس. الا كان عندنا منتوجات، الا عندنا مصانع مغربيه كتنتج لي غادياتور، حنا ما غنستوردوش لي غادياتور. فهمتيني؟ حنا مع الدوله في تشجيع ودعم المنتوج المحلي، ولكن الا كانت بياسه ما كتصنعش في المغرب، حنا مضطرين نستوردوها من الخارج. إضافة إلى ذلك أن الأشياء اللي كنجيبو حنا ما كنجيبوش لي بيس دو روشونج، أجزاء السيارات اللي هي في القرار ديالها اللي كتقول ما تستوردوهمش. مثلا كتقول لك أسيدي عندك هنا كاش كتقول في القرار ديال الوزارة، كيقول لك المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة للمنتوجات التالية: قطع غيار السيارات، العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفات، أسلاك التحكم الميكانيك. هذه الأجزاء أسيدي ما كتستوردوهاش حنايا نهائيا، ما كنستوردوهاش، ويعني لا علاقه لنا بهذا الاجل. اذا حنا كنطالبوا بالغاء. وشنو اللي كتستوردوا؟ كنستوردوا كما كتشوف سيادتك هنا محركات، كما كتشوف هنا الاشياء اللي ضروريه وكتكون دوريجين بيس دو، كنحيدوها من الطوموبيله ديال لا ميزون وكنستوردوا وكنمشيو تما. واش كتعتقد بان واحد تاجر ملي كيمشي يستورد من برا، واش كتعتقد بانه غيجيب لي ديشي؟ راه حنا كنقلبوا وكنديروا جهدنا واكبر مجهود اننا نجيبوا احسن جوده للمغرب. كنقلبوا الموتور 100,000 مره عاد كنجيبوه للمغرب، وكنحيدوا منه الزيت باش ما يكونش. وحاجه اخرى بالنسبه للبيئه، حنا لسنا بضاعتنا ليست بمضره للبيئه، والدليل على ذلك اننا لما كتسالي لا دوغي دو في ديال البيس ديالنا، سا دوفيان سكراب، سا دوفيان متلاشيات، كيولي فيراي، وكنبيعوا مثلا الشركات المغربيه ديال الحديد بحال سوناسيد اللي كتجعل منه كتنتج منه حديد للبناء، كيولي صالح للاقتصاد المغربي. اذا حنا البناء ديالنا راه غير ضاره باي مجال من المجالات.